مرحبا، يعطيكم العافية في حلقة جديدة من حلقات ذا بلاك ميرور. اليوم حنحكي عن الحلقة الثالثة في السيزون الثاني، اسمها ذا وولدو مومنت. هذه الحلقة بتحكي عن شخصية كاركترز فكاهية بقوم اللي هي هاي البلو والدو بسم اسمه فكاهية، بتحكي كلمات هيك سوقية ونبيذة وبتعلق على شغلات في المجتمع. فبكون طبعا في شخصية خلف الكواليس بحرك وبحكي لايف، فهو يعني بكون مرتبط. الشخصية حورجيكم إياه، هو شخص بكون إنسان طبيعي لكن عنده سرعة بديهة، فسرعة البديهة هاي بتخلي منه شخصية معينة. طبعا هو على التلفزيون مشهور كتير في بريطانيا، هذا هو الشخص. المهم بكون طبعا هذا الشخص بيشتغل في قناة ضد الكونزرفاتيفز أو المحافظين في المنطقة، فبصير يعمل حركات تستفز المحافظين طبعا في الحركة السياسية هذه عشان يجتذبوا ناس. المختصر انه بيقنعوا الشخصية او الشخصية الحقيقية انه يدخلوا الكاركترز المزحة هذا للانتخابات ضد النائب في المنطقة. طبعا هاي اول مرة بتصير انه شخصية كوميدية غير حقيقية تدخل، لكن بكون في ثغرة في القانون فبيستطيعوا انه يدخلوا فعلا هذا الشخصية وبتقدر تدخل الانتخابات، وبتصير في انتخابات فعلية لأربع شخصيات. واحدة من اللي هو الرجل النائب الحالي اللي بده يرجع يعاد انتخابه في المنطقة، وشخصيتين ثانيين وسيدة وسيد، واحدة من الحزب الليبرالي واحدة أعتقد من الجرين، وهذه الشخصية الكوميدية اللي هي غير حقيقية اللي هو والده. هذه السيدة اللي بتكون ضدهم طبعا بتكون هي داخل الانتخابات. بورجوك كيف برضو الأحزاب السياسية بتحاول إنها تحط ناس في الانتخابات فقط عشان تحط اسم، لأنه عارفين هاي المنطقة راح يفوز فيها فلان، لأنه معظم الناس تفكيرهم بهذا النوع، فبحطوا أي واحد خلاص بس عشان يكسب خبرة في السياسة، وبكونوا دازين في دز يعني مش محضرينه زي ما بيحكوا ولا داعمينه. المهم الشخصية الأساسية في القصة هاي اللي هو والده، هذه الشخصية الرسومية اللي باللون الأزرق. طبعا في الانتخابات بصير فعلا كامبين حقيقي، بيكون هو طبعا بصير يحب هاي السيدة، لكن هذه بتعرف انه هو اللي وراء قصة والده او شخصية والده. بدي اورجيكم في ايوه هون بصير ديبيت، الديبيت اللي هو بصير محاورة امام الجمهور عن الأمور الأساسية في اللي ممكن يسويها النائب إذا انتخب عشان يناقشوا برنامجه الانتخابي. طبعا في المحاورة هاي والده هذا بقصف قصف، بصير يدخل في السيدة هاي بالتبع الجرين، الاثنين هدول هذا المذيع وهذا التبع الجرين اي ثينك او الحزب الثاني، وهذاك النائب الحقيقي. طبعا زي ما انتم شايفين هو اللي بحرك الشخصية، نفس الشعور، هو برنامج زي ما انتم شايفين نفس الشعور، عنده زي جويستيك وبحكي بغير الصوت طبعا البرنامج تبعه. طبعا هون المهم في نهاية الانتخابات طبعا بصير له شعبية كبيرة، وبطلبوه انه ينزل انتخابات في دول تانية، يعني حتى دول تانية بتحاول انه تنزله لانه هو اغنى العملية الانتخابية في المنطقة. طبعا نهاية الانتخابات بتظهر هون بيجي ناس يطلبوا منه انه صار political figures، انه ممكن فعلا يعمل movement حوالين العالم ويغير طريقة الانتخاب وطريقة التصويت والناس والكاركترز تبع السياسي، انه مش لازم يكون بس جدي او هذا، فانه الناس كتير حبت وصارت في حركة كاملة حواليه. طبعا زي ما انتم شايفين في النهاية هو ما بحرز على أعلى أصوات فبيخسر هو بشكل عام، لكن
الحركة الانتخابية تبعته أو الموفمنت هاي اللي صارت ولده موفمنت، بصير في فعلا في لها ناس يدعموها. في نهاية الحلقة الشخصية أو الكاركترز الأساسي بيحاول يخرج من النمط الحقيقي لأنه بشعر أنه تم استغلاله، ولكن بيجي اللي هو هذا رئيس البرنامج أو اللي مسوي البرنامج وبيحاول أنه يتقمص الشخصية لأنه بيعتبرها صارت شخصية عالمية وبده يكمل فيها. هون طبعا الانتخابات تم الإعلان عن خسارته وتنتهي الحلقة بهذه. فهل فعلا السؤال اللي بتتركه هاي الحلقة لنا، هل فعلا الشخصية غير نمطية للسياسي ممكن أنها تؤثر في المجتمع؟ هل الشخصية النمطية للسياسي اللي يجب أن يكون سيريس، يجب أن يكون بيحكي مع الناس بلباقة بدبلوماسية، هل هو هذا فقط النمط السياسي المحبوب من الناس، أم ممكن يكون كوميدي، ممكن يكون شخصية غير طبيعية وتعمل حركة خارجية؟ أجين في نهاية الحلقة زي ما انتم شايفين بصير هوملس، يعني بدون منزل لأنه بطردوه من العمل وبتنتهي الحلقة. فنراكم في حلقات ثانية إن شاء الله، وسلام. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل